تأسيس مقاطعة سيدي بليوط كان ضمن مجموعة من الأنشطة ثقافية وفنية. وإذن اليوم عندنا ندوة تحت شعار النساء المغربيات وإصلاح مدونة الأسرة بالمشاركة ديال مجموعة من الفعاليات وأساتذة جامعيين ومحامون ومحاميات. من بعد عندنا واحد المعرض تشكيلي نسوي، ومن بعد نديرو نشاط فني على شرف السيدة سلوى جوهري وبمشاركة مجموعة من الفنانات والفنانين الكبار، أكثر يا فنانات واللي كينتميو للمنطقة. إذن هذا الشيء اللي كان غادي نديرو إن شاء الله اليوم. نهار السبت والحد عندنا أنشطة رياضية. السبت عندنا واحد التظاهرة ديال حمل أثقال نسوية بالمشاركة ديال الفيدرالية المغربية للقاعات الرياضية والمدربين، كان في الحديقة ديال الجامعة العربية. ونهار الحد غادي نديرو دوري ديال الكرة المصغرة إينات في ملاعب القرب اللي تابعة للمقاطعة. رسالة للمرأة المغربية بمناسبة هذا العيد وهذا اليوم العالمي، كنقول لهم يواكبوا ويخدموا ويناضلوا، وكل شيء كيجيب الإرادة، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله مسيرة موفقة في المستقبل إن شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.